تخيل إنك طالب فلسفة في السنوات الأولى، قابلت زميلتك رضوى في الكلية بعد محاضرة الدكتور فتحي مدرس الفلسفة الطبيعية. بتقول لرضوى: لقد ناقشنا سؤال إن كان من الممكن أن يصبح الروبوت فرد في المجتمع له حقوق مثل البشر. ابتسمت رضوى فهي تعلم إلى أين سيقود هذا الحوار، ثم قالت: يبدو أنها كانت محاضرة شيقة، لكن الروبوت لا يمكن أن يصبح كالإنسان. ترد بسرعة: ولما هذا؟ تجيب: الأمر بسيط، إذا كان الروبوت شخصا إذن سيصبح عقلانيا، لكن لا يوجد روبوت عقلاني، إذن لا يمكن أن يكون شخصا. تقول: مهلا مهلا، الروبوت يستطيع حل المشاكل ويستطيع صنع القرارات، إذا كان الروبوت قادر على صناعة القرارات وحل المشاكل إذن لابد وإنه عقلاني، أليس كذلك؟ ترد رضوى ببعض الضيق: لا، إنهم ليسوا كذلك، إذا كان الروبوت عقلاني إذن لابد أن يكون له وعي، وإن كان له وعي إذن لابد أن لديه قدرة عقلية على تأمل الذات، لكن لا يوجد أي روبوت قادر على تأمل ذاته، وبالتالي لا يوجد روبوت عاقل. تصمت قليلا ثم تجيب: كيف تعلمين أن الروبوت غير قادر على تأمل ذاته؟ تتعلثم رضوى قليلا من السؤال المفاجئ قبل أن تجيب: لأن الكائنات القادرة على تأمل ذاتها هي الكائنات التي لديها روح فقط، ومن السخيف أن تعتقد أن الروبوت من الممكن أن يكون لديه روح أو يمتلك روح في يوم من الأيام، وبالتالي الروبوت ليس لديه قدرة على تأمل الذات. ترد: فكري معي في هذا الأمر، إما الروح ظاهرة مادية أو ظاهرة غير مادية، تتفقين معي حول هذا الأمر أليس كذلك؟ تجيب رضوى بسرعة: بالطبع. تكمل: حسنا، إن كانت الروح ظاهرة مادية، إذن إذا كان الروبوت مصنوع من المادة من السهل أن يحصل على روح، لكن إن كانت الروح ظاهرة غير مادية، إذن إذا وضع الله الروح فيه بالتالي قد يحصل على الروح، وبما أن الروبوت مصنوع من المادة والله قادر على فعل أي شيء، إذن الروبوت قد يحصل على الروح. تبتسم في ثقة بعد أن شعرت أنك على وشك حسم النقاش، لكن رضوى ترد بهدوء: حسنا، أعلم أن ديكارت كان يعتبر البشر آلات لها أرواح، لكن بالنسبة لي من الجنون الاعتقاد بأن الله سيغرس الروح في الكمبيوتر. غالبا ما ستجادل بعد هذا أن الله سيغرس الروح في كومة من الصخور، لكن على أي حال دعني أجرب حجة أخرى. إذا كان الروبوت شخص إذن لابد أن لديه حرية إرادة، لكن لو الروبوت كائن مبرمج إذن ليس لديه حرية إرادة، الروبوت هو مجرد كمبيوتر على صورة إنسان، وكل كمبيوتر يتم برمجته، إذن الروبوت ليس شخص. تلمع عينيك وترد بسرعة: باتباع حجتك حتى البشر ليس لديهم حرية إرادة. تندهش رضوى من ردك قبل أن تقول: وكيف هذا؟ تجيب: حسنا، كل أفعالنا سببها تركيبنا الجيني أو تكيفنا البيئي، إن كانت أفعالنا سببها تركيبنا الجيني إذن هي محددة مسبقا، وإن كانت مسببة نتيجة للظروف البيئية إذن هي أيضا محددة مسبقا، بالتالي لسنا أحرار. اعترضت رضوى بسرعة: لا أتفق معك، أفعالنا فعلا قد تكون متأثرة بتركيبنا الجيني أو تكيفنا الاجتماعي، لكنها ليست مسببة بها بصورة حتمية، وإن لم تكن مسببة حتميا بتلك العوامل إذن أفعالنا حرة ونحن أحرار. تقول رضوى: لا أعلم ماذا تعنين بأن أفعالنا متأثرة بتركيبنا الجيني أو تكيفنا الاجتماعي لكنها غير مسببة حتميا بهذه العوامل. تضيف: إذا كان سين فعل متأثر بصاد، إذن سين مسبب بصاد، وإذا كان سين مسبب بصاد، إذن سين محدد بحدوث صاد سلفا. إذن عندما نقول أن سين متأثر بصاد، نحن نقول بصورة غير مباشرة أن سين محدد بصاد. يظهر الضيق على وجه رضوى ثم تقول: أنت تراوغ حول معنى السببية، لكن إن لم تكن مقتنع بتلك الحجة أيضا إليك حجة جديدة، إذا كان الروبوت شخص إذن سيكون لديه مشاعر، ولو كان لديه مشاعر إذن سيشعر بالحب والتعاطف، لكن لا يوجد روبوت يحب،
تأمل لحظات جهازي كمبيوتر يحب بعضهم البعض، فكرة سخيفة، وبالتالي الروبوت ليس بشر. ترد: حسناً حسناً، دعينا نفكر في الأمر. المشاعر إما عقلية ذهنية أو فيزيائية. إن كانت ذهنية إذن هي حالات للمخ، وإن كانت مجرد حالات للمخ إذن الروبوت يستطيع الحصول عليها، لأن كل حالات المخ ما هي إلا ترتيب للذرات أو الجزيئات بصورة معينة. وإذا كانت المشاعر ظاهرة فيزيائية إذن الروبوت يستطيع الحصول عليها مرة أخرى، لأن كل الظواهر الفيزيائية هي مجرد ترتيب للذرات والجزيئات بصورة معينة. إذن الروبوت يستطيع الحصول على المشاعر. تضحك رضوى ببعض التوتر: هذه أسوأ حجة سمعتها اليوم. بالتأكيد المشاعر قد يصاحبها تغير في الحالات الفيزيائية، لكنها غير متطابقة مع المشاعر. على أي حال، ميعاد المحاضرة التالية اقترب ويجب أن أغادر، لكن قبل أن أذهب دعني أسألك: هل تعتقد فعلا أن الروبوت من الممكن أن يكون إنسان؟ تجيب: نعم، أعتقد أنه أمر جائز. ترد رضوى: إذن هل تعتقد أن الروبوت لديه حقوق، مثلا الحق في الانتخاب؟ تتردد بعض الشيء: الأمر يتوقف. تقاطعك رضوى: يتوقف على ماذا؟ تضحك في سخرية: إن كان البشر لها الحق في التصويت أصلا. تضحك رضوى: حسنا، الآن اقتربنا من الخطوط الحمراء، أنا ذاهبة إلى المحاضرة. هذا الحوار المتخيل لم يحدث في الواقع، لكني آمل بشكل شخصي أن أرى صيغة ومنهجية هذا الحوار متكررة في مجتمعاتنا العربية. على أي حال، داخل الحوار هناك العديد من الحجج المنطقية، قم باستخراجها وحاول وضعها على صورة منطق القضايا، ثم قم باستخدام جداول الحقيقة لتحديد صلاحية كل حجة. وتذكر، المنطق مثل الرياضيات، أفضل وسيلة لإدراكه هي استخدامه.